السلام عليكم. اليوم جينا عند اللعابه باش نعرفوا بلي رانا معاهم، وان شاء الله يا ربي يكونوا عند حسن الظن ويفرحونا، باسكو عندنا لعابه عندهم مستوى، وان شاء الله يا ربي كاع مور المنتخب الوطني، باسكو المنتخب الوطني يحتاج اي جزائري. تحيه الجزائر. لا راهم ملاح، اللعابه ملاح في ديك الظروف تاع البارح وصلت لنا، على بالي راهم ملاح. الله يحفظك. مستقبلونا لجوار امر عادي، هذا جينا احنا اليوم نحفزوا فيهم، ماشي هما يستقبلونا، احنا جينا نحفزوا فيهم. احنا هذه معروفين، احنا مجموعه اللي فينا كديزات معروفين باللي احنا نجو دائما، وحنا دائما نحفزوهم، خاسرين ولا رابحين احنا دائما نحفزوهم. احنا هذا امر عادي، ان شاء الله ايطاب بار ايطاب، ماتش بار ماتش، تروازيام ماتش راح نكونوا بقوه فولي فيها خارج بها ربي. جمال دائما رانا معاك، جمال رانا معاك. بغداد كيما وصيتك حبيبي. السلام عليكم. والله شوف المعنويات رانا نحسن بالمعنويات تاعهم راهي مرتفعه، يعني حتى خلال يعني كي انتهت المقابله انا على بالي بلي المعنويات تاع الفريق تاعنا راهي مرتفعه، لان ما شوف النتيجه المقابله ما كانت سهله في الظروف هذيك نتاع الحراره والسمو، الفريق ثاني البوركينا بفريق قوي، رغم احنا شوف نقول كلمه رغم يعني هذيك الظروف التحكيم كان جيد الا 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 في غرفه الفار. واليوم احنا نهضروا على المقابله هذه، احنا اليوم اللاعبين تاعنا داروا مبادره جيده، خرجوا من الحافله وخرجوا لنا وتصوروا معنا واستقبلونا وبارك الله فيكم. هذا ثاني تحفيز لهم، احنا جينا باش نحفزوهم باش يشوفوا لنا سيدي، باش يحمرونا وجوهنا، وباذن الله احنا في مقابله تاع موريتانيا ان شاء الله باذن الله راح نفوزوا بها باذن الله، ما كان حتى ما كان هدره. وشوف لفزنا بمقابله تاع موريتانيا رانا في الدور النهائي باذن الله، احكم على فمي، لفزنا بالاداء والنتيجه رانا في الدور النهائي باذن الله. شفنا لي جوار، بغينا نعطيهم كلمه، ما عرفناش لحد بور لانستون، بالك نستناوهم مور الماتش كاش ما نعطيهم كلمه نحفزوهم. بو احنا عندنا الامل فيهم ان شاء الله في المقابله القادمه ضد موريتانيا، ان شاء الله يكون عندنا حسن الظن، ان شاء الله نفوزوا بنتيجه اكثر من 2-0 باش نفوزوا في نكونوا في المرتبه الاولى ونحافظوا على المدينه، نحافظوا على الملعب، لان المدينه صراحه مليحه ما كاش هناك رطوبه كبيره، وان شاء الله رفقاء محرز يكونوا عند حسن الظن. عندنا رساله للاعبين، ان شاء الله تقوموا بالواجب كما احنا رانا قايمين بالواجب، كما حضرنا من كل مكان، تحملنا كل شيء على جالكم، لازم تكونوا سند واحد، تكونوا فريق واحد، تكونوا بقلب واحد، وتحيا الجزائر.